أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: أنا أؤخر الوتر إلى آخر الليل وأنام، وقد لا أصحو إلا قبل الفجر بقليل، وأحيانا وأنا أصلي الوتر أستمع إلى المؤذن يؤذن الفجر، فهل الوتر في هذا معتبر أو أنه في غير وقته؟ إذا كنت قد دخلت في الركعة، دخلت في الركعة ثم أثناء قيامك أذن، تكمل الركعة وتصح إن شاء الله، لأنك أدركت آخر وقت الوتر قبل طلوع الفجر. نعم.